علي انا معاك مره تانيه. هلا حبيبي، هلا، اهلا بيك حبيبي، الله يخليك. يعني انا كنت لسه بتكلم على الاوضاع في فلسطين بشكل عام وخطه الصهاينه في مساله اخلاء الارض بالكامل فتصبح لا قدر الله ارضا بلا شعب، فان لم يقتلوا الشعب الفلسطيني العظيم اذا يهجروه، ولو مش هيهجروه يخلوه يهرب، والفلسطينيين ما بيهربوش يا علي وانا عارف. نعم نعم، الفلسطينيون لن يكرروا ما حدث في نكبة عام 48 أبدا، عندما باغتتهم العصابات الصهيونية وخدعهم بعض القادة العرب الذين قالوا لهم اخرجوا وستعودون بعد أسبوع، وما زالوا مشردين في أصقاع الأرض ولم يعودوا، لكن سيأتي يوم العودة. اليوم الفلسطينيون يدفعون الثمن غاليا في التضحيات والدم والأرض والمنازل وكل مقومات حياتهم، لكنهم ما زالوا متجذبون راسخون كالارض، ولم يرحلوا. والاحتلال مهما مارس من اساليب كما يحدث هذه الايام، سواء مجازر اباده في غزه او هجمات متكرره في الضفه الغربيه، فبالتالي الفلسطينيون قرارهم واضح،